وصل بحفظ الله ورعايته حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى الى مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه هذا اليوم ليتراس جلالته وفد مملكه البحرين الى اعمال القمه الرابعه للدول العربيه ودول امريكا الجنوبيه وذلك تلبيه لدعوه كريمه. تلقاها جلالته من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. وكان في مقدمه مستقبل جلاله الملك المفدى لدى وصوله اخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، وصاحب السمو الملكيه الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ال سعود امير منطقه الرياض، وصاحب السمو الملكيه الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود. ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه ومعالي السيد نبيل العربية الامين العام لجامعه الدول العربيه واصحاب السمو الملكيه الامراء والوزراء وكبار المسؤولين بالمملكه العربيه السعوديه من مدنيين وعسكريين وقد تفضل جلاله الملك المفدى لدى وصوله بالتصريح التالي: يسرنا ونحن نصل اليوم الى المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ان نعرب عن سعادتنا للمشاركه في القمه العربي في القمه الرابعه للدول العربيه ودول امريكا الجنوبيه التي ستعقد في مدينه الرياض يومي العاشر والحادي عشر نوفمبر تلبيه لدعوه كريمه من اخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله. مؤكدين ان هذه القمه تكتسب اهميه استراتيجيه بالغه حيث تعقد في المملكه العربيه السعوديه صاحبه الدور الريادي في قياده العمل العربي المشترك وتقويه الروابط بين الدول العربيه مع كافه دول العالم وتكتلاته كما انها تاتي في مرحله فارقه مليئه بالتحديات الجسيمه التي تستدعي التكاتف والتعاضد لتحقيق الامال العريضه بان تشهد الدول العربيه ودول امريكا الجنوبيه نهضه مباركه وانطلاقه مثمره على كل المستويات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ان القمم العربيه مع دول امريكا الجنوبيه تمثل دائما مصدرا للخير والنمى في العلاقات بين المنطقتين ونحن نقدر كثيرا ما تحقق خلال السنوات الماضيه ونتطلع في هذه القمه الرابعه ان ان يرتقي بالتعاون لمجالات ارحب تلبي طموحاتنا في توطيد اواصر التنسيق بين دولنا وارساء اليات لتعزيز التشاور والتفاهم حول الرؤى والمواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الاقليمي والدولي ووضع استراتيجيات عصريه لتحقيق المزيد من الرخاء والمكانه لشعوبنا وترسيخ أمن واستقرار دولنا ونعرب عن أملنا في أن تكلل أعمال القمة بالنجاح وأن تكون بمثابة لبنة جديدة في مسيرة تعميق وتوطيد علاقات التعاون المشترك وبلورة آفاق واعدة في المجالات كافة وكان جلالة الملك المفدى غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من هذا اليوم يرافق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفد مكون من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مرافق عسكري معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري معالي الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية معالي الشيخ احمد بن عطيه الله الخليفه وزير المتابعه بالديوان الملكي سعاده السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار مستشار صاحب الجلاله لشؤون الاعلام سعاده السيد زايد بن رشد الزياني وزير الصناعه والتجاره والسياحه سعاده الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئه الاركان سعاده الشيخ حمود بن عبد الله الخليفه سفير مملكه البحرين لدى المملكه العربيه السعوديه سعاده اللواء الركن خليفه بن احمد الفضاله رئيس المراسم الملكيه سعاده السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لجلالة الملك المفدى سعادة اللواء الركن طيار محمد بن بحسين المسلم قائد قاعدة الصخير الجوية